وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أشار المهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أشار إلى أنه تم وضع خطة مشتركة من قبل وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة، وتم البدء بتنفيذها فور بدء تساقط أمطار الخير على المملكة. وزارة الأشغال وشؤون البلديات طال عمرك عمرك والتخطيط العمراني وضعت خطة بناء على تراكم الخبرات اللي موجودة عندها من السنوات السابقة، وبدأت فور هطول الأمطار بتنفيذ هذه الخطة. ولكن نظرا للوضع الاستثنائي والمستوى القياسي لهذه الأمطار يكاد يكون قياسي في هذا الموسم، ولكن تفاعلت الفرق مع هذا التحدي بالإمكانات الموجودة، وكان في متابعة حثيثة طال عمرك من مكتب صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتأكيد توحيد الجهود للحصول على أفضل النتائج في هذا الخصوص.